هالليلة أهلا وسهلا فيكم ببرنامج لا مش برنامج في فقرة كذبة وحقيقة. جاهزين؟ لا شلت الفيديو وقت ما طلعت زنخة. شو بدي أعمل؟ بدي حمسكن بهيدي الفقرة. بحكي لكم عن كذبة مصدقة العالم وبفسر لكم حقيقة الموضوع. كذبة اليوم هي فينا نحرق دهون بمنطقة معينة. كتير عالم بتفكر انه منقدر نخسر دهون بمنطقة واحدة بالجسم، بتفكر اذا بمرن هيدي المنطقة كفاية بحرق دهون هون. بحس بالحريق بالبطن لما اعمل تمارين للمعدة، يعني اكيد عم بحرق دهون هون، بس هيدي كذبة. So, شو هي الحقيقة؟ أبداً ما فينا نحرق دهون بمنطقة معينة. حتى لو عملتوا مليون تمرين للمعدة، هيدا ما بيعني إنه عم تحرقوا دهون البطن. بتكونوا عم تقووا العضل بهالمنطقة، بس تتخسروا دهون لازم تاكلوا سعرات أقل من اللي بيحتاجها جسمكم باليوم. كل جسم بيختلف تفاعله بحرق الدهون. في ناس جسمهم بيحرق دهون بمنطقة البطن أولاً، وفي أجسام تحرق الدهون من منطقة الأرداف أولاً. مثلاً أنا جسمي بيضعف من الجزء السفلي وبعد فترة تيضعف من الجزء العلوي. إذا بدكن تخسروا وزن من منطقة معينة، بدكن تخسروا وزن من الجسم ككل. باستمراركن لمدة طويلة بتلاحظوا إنه عم تخسروا دهون من المناطق الصعبة بجسمكن. سو خففوا سعرات، كتروا الرياضة، كتروا رفع الأثقال، وهيك بتخسروا دهون من كل مناطق الجسم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالحلقة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، كبسوا الزر الأحمر تحت الفيديو تتشوفوا بقية ماي فيديوز، وما يفوتكن ولا فيديو بنزله ولا معلومة اللي بتساعدكن توصلوا لأهدافكن. أو ما تعملوا سبسكرايب وخليكن على المعلومات الغلط. عملت على راحتكن. عملتوا سبسكرايب؟ لا.